الاستوديو التحليلي. سريعا ينضم لي الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره. كابتن يوسف، النهارده اخد تقييم بشكل عام للمباراه. على ما اعتقد تركيزنا في مباراه الترجي بشكل كبير جدا، اللعيبه يمكن حاطه تركيز كبير في شكل الترجي، لكن قول لي بشكل عام النهارده بشوف المباراه ازاي. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بمسي على كباتننا الكبار في الاستوديو، كابتن سيد، كابتن ابراهيم، والكابتن ماهر، والكابتن اسامه حسني. يعني زي ما انت بتقول، مش عايز اقول ان مباراه الترجي فرضت تفكير كبير علينا، لكن احنا اتكلمنا قبل المباراه مع اللعيبه، وحاولنا نفصل ما بين المباراه دي ومباراه يوم الجمعه. مستر كارتلون ابقى على ناس في على البنش على اساس ان يدي فرص لناس تانية، ويحاول ان هو يضخ دم جديد جوه الفرقه. انا شايف من وجهه نظري ان احنا يعني كنا ممكن نأدي مباراة أحسن من كده، لكن خلاص يعني المباراة انتهت. أداء فرصتنا لسه موجودة من ناحية النتيجة، لأن يوم 22/11 عندنا مباراة عودة في الإمارات. إن شاء الله هنقدر إن احنا نتعامل مع هذه المباراة، لكن دلوقتي خلاص حطينا ورا ظهرنا، بنركز مهم جدا في مباراة يوم الجمعة إن شاء الله. مباراة الذهاب عندنا في ملعبنا، لابد إن احنا نعالج الأخطاء، نشتغل عليها بشكل مركز قوي. الفترة الزمنية قليلة، فلازم نشتغل على الأخطاء دي ونبقى مركزين. المباراة قوية مع فريق نهائي بطولة أفريقيا، فريق الترجي احنا بنحترمه، وأنا عايز انتهز الفرصة وأنا معاكم إن أنا لابد إن أنا أتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي إن أي كلام بيتردد إن النادي الأهلي كعبه عالي على الترجي، أو النادي الأهلي هيكسب البطولة بالسوق، الكلام ده كله كلام عكسي وكلام مش في مصلحة فرقتنا ومش في مصلحة النادي، وكلام ضرره كبير جدا. احنا لابد ان نحترم فريق الترجي، لابد ان احنا نجهز كويس، نراجع نفسنا في حتة بطولة. انت عندك بطولة في خلال اسبوع، اذا كان يوم 2 او يوم 9، وباكد تاني المباراة 180 دقيقة مش 90 دقيقة فقط لا غير. قبل كده التجارب قالت لنا ان احنا النهائي بيحسم من مباراه العوده، مش مباراه الذهاب ابدا ابدا يعني. ولكن احنا بنلعب على ملعبنا ان شاء الله في وسط جمهورنا، مش عايزين حد يقلق. انا بطمن الجمهور ان شاء الله لاعبتنا هتبقى ان شاء الله يوم الجمعه مستعدين، وهيبقوا في احسن حاله ليهم وفي اعلى تركيز ليهم، وده قدر النادي الاهلي. لابد ان احنا نتكلم، النادي الاهلي بيلعب بطولات كتيره، يمكن دوري عرب او ابطال عرب ودوري عام وبطوله افريقيا وكاس مصر، ماتشات متتاليه عليه في مختلف البطولات. ده قدره ان هو يفصل على طول بسرعه من المباراه الاخرى ومن البطوله الاخرى. فنتمنى ان شاء الله ان احنا يوم الجمعه لعبتنا تبقى جاهزه، واحنا هنبدا على طول. بدانا بالفعل استشفى معاهم على طول دلوقتي بعد المباراه، وان شاء الله يوم الجمعه نبقى في احسن حاله لينا ان شاء الله. حارب والشناوي، اسلام محارب، عايزين نطمن عليه. والشناوي النهارده كابتن يوسف مهم قوي نطمن عليه. ان شاء الله الشناوي اصابته خفيفه ان شاء الله، ان شاء الله خفيفه، والدكتور طمنا، كدمه في المفصل الفخذ، واسلام محارب برده ان شاء الله بشكل كبير يبقى موجود معانا. الدكتور طبعا هيبقى ليه الفتره اليومين ثلاثه الجايين دول شغل معاه. نتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا موجودين بالاضافه لزمايلهم اللي لعبوا النهارده. وفي النهايه انا بتعامل مع فريق، يعني طبعا مع احترامي الاشخاص، كل الاشخاص مهمين وكل حاجه، ويهمنا ان احنا نخش النهائي بكل قوتنا، لكن في النهايه النادي زي ما اي واحد موجود المسؤوليه ان شاء الله يكونوا متواجدين بكثافه. ايه اللي ممكن يقوله كابتن محمد يوسف لكل جمهور النادي الاهلي قبل هذه المباراه؟ طبعا يعني اتمنى ان الجمهور يبقى مالي الاستاد. احنا لسه راجعين من وفاق صيف، مباراه مع الجزائر، وانت كنت موجود شفت ازاي الاستاد ما فيهوش مكان. الجمهور بيفرق مع الفرقه وبيفرق مع اللعيبه وبيفرق وبيدي ثقه، وانا قلت قبل كده وبقول ان جمهور النادي الاهلي هو العامل الاساسي في البطولات اللي بيفوز بيها النادي الاهلي. فبتمنى ان الجمهور يبقى مالي الاستاد يوم الجمعة إن شاء الله، وإن شاء الله نرجعه فرحان ونرجعه مبسوط. لكن أنا بأكد تاني من خلال الخبرات بتاعتنا، المباراة 180 دقيقة، لازم نشتغل كويس قوي في 90 دقيقة الأولانية، ولازم نشتغل كويس قوي في 90 دقيقة اللي في تونس. ما نركنش أبدا ولا نطمن ولا نسمع لأي كلام بيتقال إن الأهلي حظه عالي في رادس. الكلام ده مش في الكورة خالص خالص.
وانا رافض تماما النغمه دي. احنا المفروض ان احنا نستعد بشكل قوي جدا، نحترم فريق الترجي احترام كبير جدا، وهو ده سر الاهلي. الاهلي لما بيفوز بطوله والفريق لما بيفوز بطوله بيبقى يعني احترامه للخصم او للمنافس بيبقى احترام كبير جدا، وثقه في النفس كمان. الاحترام اللي هو بتديه للمنافس ده بيديك ثقه في نفسك، ثقه لنفسك. فان شاء الله نتمنى ان نكون موفقين. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره على هذه التصريحات. كل التوفيق كمان للنادي الاهلي في مباراه الترجي المباراه القادمه. مستمرين معاك كالعاده كابتن سيد، وفي خلال لحظات هيكون معانا الكابتن حسن العبدولي مدرب فريق نادي